الجينيتيك اللي هي اي بي سي which is adenomatosis polyposis coli اللي هو يصير هذول عندهم وراثيا ياخذوها من الاباء وهذول يصير عندهم 100% سرطان قولون قبل عمر 40 سنه اللي يصير عندهم اعداد بالمئات من البوليفات في القولون اللي وحده منهم في اي وقت تتحول. أسباب الأخرى لسرطان القولون هي اللينش سيندروم اللي هو نوع آخر من الجينيتكس، هذا يصير في الأعمار الأكثر من 40 سنة بس ينتقل من خلال العائلة. أسباب أخرى أيضا هي مثل الثانوية هي السموكينج التدخين، إضافة اللي وجدوا منها من ضمن الأوبيسيتي، إضافة إلى إنفلاماتوري باول ديزيز اللي هي مثل ألسيراتيف كولايتس والكورونز ديزيز، كلها أثبتت علميا أنها تؤدي إلى سرطان القولون بالمستقبل. نعم. بس السبب الرئيسي احنا نتكلم على موضوع السمنة مع طبعاً. سرطان القولون طبعا هذا هو الموضوع الأساسي. نعم. أثبتت البحوث هل يوجد جينيتيك فاكتور وراثي ما بين الجين اللي يسوي إلى السمنة مع الجين اللي يؤدي إلى سرطان القولون. البحوث أثبتت لا وجود علاقة بهذا الموضوع، على الرغم أنه أقدروا أثبتوا أنه الجين المعروف لسرطان القولون أو الجين المعروف لسرطان الجين المعروف للسمنة هم متقاربين في الكروموسومات بس ما في أي علاقة ما بينهم. إذن اليوم نستطيع أن نقول لمستمعينا ليس هناك من علاقة، على الأقل ليس هناك من علاقة أثبتت من خلال تجارب علمية، علاقة وراثية. نعم، علاقة وراثية، وراثية ما بين سرطان القولون والسمنة. نعم. ولكن الـ environmental factor والكارسينوجينيسيس فاكتور اللي هي سببها السمنة تؤدي إلى 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 سرطان القولون. أكو نقطة أساسية هي الأشخاص اللي مسوين عملية للسمنة مثل bypass surgery أو sleeve أثبتت البحوث إنه they are having higher incidence يعني نسبة أعلى من سرطان القولون، وخصوصا سرطان المستقيم أعلى من نسبة الأشخاص العاميين اللي هم اللي هم ما مسوين bypass surgery أو sleeve surgery. هاي نقطة جدا أساسية، فالربط ما بين سرطان القولون والسمنة هي مزدوجة. السمنة تؤدي إلى سرطان القولون، عملية السمنة لتضعيف تؤدي أيضا إلى سرطان القولون. نعم، إذن هناك كما ذكرت علاقة وراثية جينية، وهل نستطيع أن نعرف نسبة الإصابة بسرطان القولون عند الأشخاص الذين يعانون من سمنة؟ هل هناك إحصاءات؟ الإحصاءات ما تقدر تعطيني أسباب معينة، بس هي الشغلة الأساسية. نعم. It is statistically significant with a p-value more than point less than 0.05 بين الأشخاص اللي عندهم سمنة وبين الأشخاص اللي ما عندهم سمنة للإصابة بسرطان القولون، اللي هي النرويجيان ستدي اللي طلعت من البي ام جي ال البريتش ميديكال جورنال كانسر سنة جولاي 2016 اثبت ان النرويجيان كوهورت اللي هم اثبتت انه مينتينينج هيلثي ويت اللي تبقي على ويت صحيح يساعد الأشخاص اللي عندهم سرطان قولون للسيرفايفل. فهاي هي النقطة الأساسية، أنت تبقى على صحة جيدة ووزن طبيعي حتى لو أصبت بسرطان قولون يساعدك على حياة طبيعية وحياة ديمومة أطول من الأشخاص اللي هم معرضين للسمنة. نعم، شكرا على هذا الإيضاح دكتور سدير. إذن اليوم ما هي نصيحتك بالنسبة للأشخاص الذين لديهم قصة عائلية بالنسبة لسرطان القولون وهم لا يعانون من سمنة؟ وأيضا نود منك نصيحة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من وزن زائد وسمنة، وهل من الممكن أن تساعدهم كي يعرفوا إذا كان لديهم احتمال الإصابة بسرطان القولون، وكيف هل هناك اليوم فحوصات معينة نستطيع أن نخضع لها تجنبنا لكي تجنبنا الإصابة بسرطان القولون إذا كنا نعاني من وزن زائد؟ نعم، هذا السؤال جدا جيد. نبدأ بالخطوة الأولى، الأشخاص الذين هم عندهم عائلة سواء كان دايركت أو إنديركت بسرطان القولون،
إذا الحالات هي من جماعة الفاب سيندروم اللي هي فاميليال أدينوماتوسيس بوليبوسيس كولي، هذول يصير عندهم أعداد كبيرة من البولب في الكولون. العائلة كلها، لأنه هذا autosomal dominant disease ينتقل في كل العائلة، فإذا مو يعدي شخص آخر وإنما جينيتيكلي ينتقل، يعني إذا كان الأب مصاب أو الأم مصابة الأطفال كلهم 100% إلا إذا كان أكو different concentration للإصابة. هذول الأشخاص يخضعون لكل العائلة في الكولونوسكوبي بعمر وراء سن البيوبرتي بلوغ أول مرة، فإذا كانت عندهم أي من البولبس الموجودة بالقولون هذول لازم يخضعون إلى عملية لرفع القولون، وإلا نسبة الإصابة بهم بسرطان القولون حتكون 100%. هذا أول خطوة. نعم، يعني رفع القولون قصدك استئصال القولون؟ نعم هذول يصير عندهم سرطان قولون 100%. نعم. هذول أشخاص. نعم. الأشخاص إذا كان أحد من العائلة ما صار يعني سوينا له كولونوسكوبي وما شفنا في أي بولبس، هذول حيخضعون للسكرينينج إلى عمر 40 سنة، كل 3 سنوات أو سنتين يسوون لهم سيمبل كولونوسكوبي أو شورت كولونوسكوبي. إذا ما صار عندهم بعمر 30 سنة معناها مع أنه they are not genetically susceptible. هاي المجموعة الأولى اللي هي جينيتيك. المرضى اللي عندهم لينش سيندروم أو فاميليال سيندروم not like باف سيندروم، هذول يخضعون إذا كان الأب أو الأم بالعائلة بأقل من 50 نسوي لهم سكرينينج كولونوسكوبي 10 سنوات قبل ما صار في الأب أو في الأم. 10 سنوات، يعني إذا كانت الأب صار عمره 50 سنة، أهل الأطفال كلهم وأبنا في عمر 40 سنة لازم يخضعون للكولونوسكوبي اللي هو single tumor condition، وهذول يخضعون أيضا للجينيتك تيستينج اللي هم يسموها لينش جين تيستينج. إذا طلع جين بوزيتيف فهذول حيصيرون هاي من سسبتبل فور كولون كانسر، وهذول في نفس الوقت لازم يخضعون للمراقبة بالكولونوسكوبي. نعم. الأشخاص العاديين العامين، يعني مو كل واحد عنده لينش أو واحد عنده أي بي سي، الستاندرد في أمريكا الكولونوسكوبي نبدي من عمر 50. إحنا أي شخص عمر 50 سنة أبليس يخضع إلى one time colonoscopy بهذا الأيج. نعم. ما في طلع عند أي بشكل أوتوماتيكي، ليس إذا كان هناك من دون أي احتمال لحدوث سرطانات عند 50 نخضع. نعم. نخضع إلى colonoscopy أولي. نعم. هذا colonoscopy نشوف شنو النتيجة، إذا كان النتيجة مالته طبيعية فالمريض يخضع لكل 5 إلى 10 سنوات كولونوسكوبي، وبهذه الطريقة نمنع حصول سرطان متقدم أو حصول يعني حصول السرطان. بس إذا كان لقينا more than 3 polyps in the nearby area أو in the rectum ونشيلها هاي البوليبات والنتيجة مالتها التحليل المجهري ما ينطي high grade dysplasia أو any abnormality، هذول يخضعون عاديا لكل 5 سنوات عادي. بس إذا كان فيها أي اعتبار لاشتباه ببداية تحول إلى مستقبليا إلى سرطان، فالمريض يخضع إلى colonoscopy every 1 year or every 3 years and these polyps has to be removed as early as possible. هذا بالنسبة للعامين. بالنسبة إلى الأشخاص اللي هم obese people أو African American في أمريكا، الانسنس مال colon cancer أعلى من الناس العامين البيض أو الأشخاص العاديين، فهذول نبدي لهم في عمر 45 سنة rather than ننتظر إلى 50. الأوبيس بيبول يفضل في عمر 45 نبدي أول كولونوسكوبي. الحال اللي يصير بها المريض يبدي، أي مريض يجيني persistent and نزف بالدم من المقعد أو الأوكلت بلاد اللي هي فحص وجود دم في الخروج إنه positive اللي هو يسميه even calprotectin now، هذول يسوى لهم colonoscopy as early as possible within short period of time of إحنا نسوي diagnosis of presence of the. يا ريت دكتور بتحكيهم بالعربي لأنه في كتير مستمعين ما ربما لا يفهمون الإنجليزية. نعم. يعني المريض اللي يطلع عنده بالخروج دم أو تريسز اللي هي عبارة عن شوائب كم قليلة من الدم بالخروج اللي نفحصها بفحص مجهري أو فحص مختبري، هذا المريض لازم يخضع إلى ناظور في مدة قصيرة بعد الكشف عن وجود هذا الشيء، لأن وجود دم في الخروج
ومستمر وبدون أعراض، هذا السبب الرئيسي لوجود أيضا اشتباه وجود سرطان بالقولون. أي مريض عنده في أي age، في أي عمر، لما يصير عنده نقص في الوزن اللي هو المفروض يكون يعني نقص جيد اللي هو more than 5 to 10%، 5 إلى 10% من وزن طبيعي في مدة شهر أو شهرين، إضافة إلى المريض اللي يصير عنده تغير في طبيعة خروجه، يعني أنه لما كان خروجه يطلع يومية مرة قام يطلع كل يومين أو كل 3 أيام، هاي بعض الأعراض الأخرى اللي يصير الاشتباه بوجود أيضا سرطان القولون، ويجب على المريض على الشخص أنه يخضع إلى فحص من ضمنها هي تحليل الدم في الخروج، إضافة إلى في بعض مؤشرات السرطانية للدم في سرطان القولون اللي هي تيومر ماركرز نسميها، اللي هي سي اي ليفل. نعم دكتور، عذرا منك، طبعا شكرا على كل هذه المعلومات القيمة. عندما نعلم أن هناك احتمال الإصابة بسبب قصة عائلية وراثية بسبب سمنة، ما هي الخطوات الوقائية بالإضافة إلى كل ما ذكرته، بالإضافة إلى كل هذه الفحوصات والإجراءات الوقائية؟ هل هناك نمط حياتي معين على الشخص أن يتبعه لكي يتجنب أيضا أن يصاب بسرطان القولون؟ تفضل. السؤال مالك إلى شطرين. الشخص العادي لتجنب سرطان القولون، نختلف نبتعد عن موضوع الوراثة، هل الأغذية؟ نعم، الغذاء الصحي، الغذاء الطبيعي ومع كمية الألياف العالية، إضافة إلى تجنب أي مواد سمية أو إلى مواد اللي هي اللي مثل بها الارتفيشيال السكر وكل المؤثرات الكيميائية، هاي كلها تقلل من سرطان القولون. هاي بالنسبة إلى الغذاء شغلة أساسية ومهمة. من ضمن الغذاء يدخل موضوع تقليل الوزن، البي ام اي اللي هو البيزل ميتابوليك اندكس، مؤشر كتلة الجسم. نعم، مؤشر كتلة الجسم، هذا هو أساسي أنه كل شخص ما مفروض يصعد عن 30. لما يبدأ يصعد فوق 30 اللي هو، أنا افتكرت رح تقلنا 21 تري 30. أوكي، عنا لكن 30 يعني... لا تعتقد أنه هذا كثير كمؤشر كتلة جسم دكتور سدير؟ المؤشر كثير، لأنه إحنا ما نعتبر السمنة إلا فوق 30. نعم. أكو سمنة قصيرة، يعني هو المؤشر المفروض 25 الطبيعي. نعم. من 25 إلى 30 بداية السمنة، حيصير سمنة 25، 30 إلى 35 سمنة بسيطة أو سمنة وسط، 30 إلى 40 سمنة معتدلة، ثم 40 اللي هي السمنة القوية جدا اللي تخضع إلى علاجات العمليات اللي محتاجها المريض. لأنه أقل من 35 التغذية، نوع التغذية والرياضة هي الأساس في حل هذا المشكلة. نعم. إلا المريض لما يكون أجد عن هذا الموضوع، ذاك الوقت نتحول إلى موضوع عملية. بس نرجع إلى سؤالنا الأساسي، الغذاء مع السمنة مع الرياضة الطبيعية هي أساسي لمنع سرطان القولون. نعم، الابتعاد عن التدخين، الكحول دكتور، هل هذا أساسي أيضا؟ موضوع آخر، الكحول مع سرطان القولون ما في مؤشرات 100%، بس التدخين، البحوث تقول إنه وجود كمية كبيرة من النيكوتين اللي باللعاب اللي توصل إلى القولون، يعني الأشخاص اللي يلعون اللعاب مالهم مع التدخين ويؤثر يدي سرطان البنكرياس، إضافة إلى هاي إنسيدنس أو سرطان القولون. نعم، أشكرك كثيرا دكتور سدير الراوي على كل هذه المعلومات القيمة التي أعطيتنا إياها في حلقة اليوم مع علاقة السمنة بسرطان القولون. طبعا سيتسنى لك ألقاء الضوء أكثر وأكثر على هذا الموضوع من خلال أسئلة مستمعينا إذا كانت متعلقة بهذا الملف، وإلا فستكون الأسئلة حول اختصاصك، يعني جراحة الأورام السرطانية. أذكر بأنك اختصاصي في جراحة الأورام السرطانية في مستشفى الزهراء في دبي. كل التحيات لك من
باريس إلى دبي. نعود إليك مع أسئلتك مستمعينا على هذا الرقم 00-339-693-3314 أو على رقم الواتساب التالي 00-336-072-9972 أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. كل التحيات لكم من فريق الصحة المستدامة من كاتيا سعد، فيكتور أول وسوني تناظر، وأيضا الدكتور سدير الراوي. عودة إليكم جميعا بعد قليل. المستدامة سوني التناظر.
ورحب بكم مستمعينا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من الصحة المستدامة، دائما مع ضيفي العزيز الدكتور سدير الراوي الاختصاصي في جراحة الأورام السرطانية في مستشفى الزهراء في دبي. هو معنا للمرة الأولى. طبعا استفدنا كثيرا من معلوماتك دكتور سدير، من خبرتك في مجال جراحة الأورام السرطانية. سنواصل معك ونأخذ أول اتصال يأتينا من ياسمينة من الدنمارك. ألو ياسمينة. أهلا، مساء الخير ياسمينة. سعيدة جدا أنك طلبت تحكي وأنك عم تسمعينا بالدنمارك. طبعا لكم معجبين بالدنمارك. شكرا 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 جزيلا ياسمينة. تفضل. نعم، للأسف الخط غير واضح ياسمينة، هل من الممكن أن تكوني في مكان في إرسال أفضل؟ أو في تشويش على الخط؟ إذا كنت ما عم تحكي بالسماعة الأفضل أن تأخذي السماعة، لأن إذا كان في إيرفون. عفوا علاقة رفع المرارة بالسمنة. نعم، هل هناك علاقة يعني ما بين يعني استئصال المرارة والسمنة؟ نعم تفضل دكتور سدير. السمنة هي بحد ذاتها تسوي تؤدي إلى كمية كثيرة من الحصى في المرارة، لأنه الهرمونات اللي تذوب الحصى ويصير السائل الصفراوي يسويها مو أكثر، يسوي حصى ذلك أثبت علميا أنه يسوي أمراض بالمرارة وإضافة التهاب المرارة. لذلك كان الستاندرد اللي هو في أمريكا أنه لعملية أي عملية لتضعيف سواء كانت بايباس أو بان يفضل ترفع المرارة في نفس الوقت. الآن بدأوا يستعملوها الآن في دبي نفس الموضوع، أنه أي عملية سمنة يفضل ترفع المرارة، لأنه بعد تسوية التضعيف عملية تضعيف يؤدي إلى حصو فيدخل في عملية أخرى اللي يحتاج رفع المرارة. هذا أول شق. الشق الثاني كان سابقا معروف أنه رفع المرارة يؤدي إلى زيادة نسبة سرطان القولون، لأنه الأحماض اللي تطلع من المرارة تبقى فترة أكثر بالقولون غدر دان تبقى فترة أكثر بالمرارة. هذا الاحتمال الثاني. بس بالسؤال هذا الضبط يقول علاقة رفع المرارة يؤدي إلى السمنة، ما في أي علاقة رابط في هذا الموضوع. نعم، إذن ليس هناك يعني من تستأصل له المرارة من الممكن أن يبقى نحيفا، ليس هناك من علاقة. نعم، إذا ياسمينة آمل إنه تكون إجابة الدكتور سدير الراوي أفادتك. أشكرك كثيرا. شكرا شكرا عزيزتي. أشكركم على المتابعة في الدنمارك، تحياتي لكم جميعا إذا كنتوا كتار مثل ما قلتي ياسمينة. إذا نواصل ونأخذ اتصال من إسراء من العراق الآن. ألو إسراء. ألو ألو، السلام عليكم. مرحبا دكتورة. أهلا، كيفك إسراء؟ منيحة؟ الله يخليك يا الله، سعيدة جدا اني تلقيت اول اتصال معاكم في البرنامج. هذا اول اتصال لك، شكرا شكرا، نحن نرحب بك دائما. من اي منطقة من العراق اسراء؟ من بغداد الجديدة. من بغداد، اهلا وسهلا فيك وباهالي بغداد. تفضلي دكتور سدير عم بيسمعك. اهلا بك. اهلا بك يا اسراء. نعم مرحبا دكتور، كيف الحال؟ اهلا بك يعني يا اسراء. للدكتور. ألو دكتور، لا نسمعك جيدا. دكتور نعم. سدير صوتك كتير بعيد. نعم يا أنا معاكم عقب. تفضل السؤال. تفضل يا إسراء. نعم نعم نعم، والدتي أجرت عملية ماس بريست قبل شهر تقريبا، يعني بعد الفحوصات إن كانت غدد لبنية وتحولت إلى غدد سرطانية ومنتشرة في بعض الخلايا اللمفاوية القريبة، وأجروا لها عملية تحفظية لأنه هي ما تتحمل الدمج العام، لهذا أعطاها دمج مخد يعني موضعي حتى يجروا العملية. المهم الكون إحنا بعد العملية تحتاج مثل ما خبرتك تعرف علاج لهذا المرض يعني حتى ينتهي. الكيماوي ما تتحمل أكثر من طبيب قاعد يعني إنه ما يصير نعطيها جرعة كيماوي. سؤالي هو إنه هل يوجد علاج آخر ممكن إنه يساعدها؟ يعني
حالتها هي ضعيفة البنية وما تتحمل يعني. نعم يا سراء. بالنسبة للوالدة إن شاء الله تكون بخير الوالدة. السؤال إذا سووا لها عملية فقط تحفظية بالنسبة للصدر والغدد الأنفاوية، هذا كافي لها في المكان الموضعي على شرط أنه يكون الورم قد انشال بصورة كاملة والغدد الأنفاوية انشالت بصورة كاملة. وإذا لو رفعوا الصدر كامل يفضل، لأنه حتى لا تاخذ إشعاع، فإذا ما رفع الصدر كامل يحتاج لها إشعاع، هذا 100%. الكيميائي تقولي لي إنه ما يقدر يتحمله، وأنا يعني وياك معاك بهذا الموضوع. بقى التحليل الآخر اللي هي الإميونوهيستوكيمستري للخلايا السرطانية نشوف إنه عندها مؤشرات لوجود الإستروجين ومؤشرات لوجود البروجستيرون والهرتينون. إذا كانت أي واحدة منها موجودة بنقدر نعطيها اللي هي التاموكسيفين أو الأذر تريتمنت اللي هي الأنتي هرمونال تريتمنت، اللي هي سهلة متوفرة في العراق، وبأي وقت تقدرون تتصلون بنا على مستشفى الزهرة نوجهكم، والويب سايت مالتنا موجود بأي ويب سايت كامل على البريست سنتر كانسر وأي شيء تحتاجوه. فهذا هو العلاج الآن المنطقي اللي بقى للوالدة، الهرمون ثيرابي إذا كانت الهرمونات أدها الريسبتر موجودة، لكن إذا كانت ما موجودة ما تفيدها الهرمون ثيرابي. نعم. إذن إسراء، هل من الممكن أن تطرح السؤال وتتواصلي مع دكتور سدير خارج الهواء؟ يعني كاتيا ستؤمن لك كيفية التواصل معه؟ أتمنى يا ريت، وأكون مشكورة جدا من حضرتك ومن الطبيب من دكتور سدير. نعم، لا دكتور سدير هو عرض طبعا أن يساعدك ونحن سعداء بذلك، هذا هو هدف البرنامج. إسراء هو قبل كل شيء هدف إنساني، يعني هو نحن فقط همزة الوصل ما بين المرضى والأطباء، وسعداء جدا أن نقدم هذه الخدمة. نتمنى شفاء للوالدة، نتمنى أن يكون هناك حلا. تحياتنا لإليك ولكل مستمعينا في العراق في بغداد، وصحة مستدامة للجميع. ننتقل إلى السعودية الآن دكتور سدير، وأشكرك طبعا على اقتراحك لإسراء. ننتقل إلى عوض الآن. ألو عوض. ألا أهلا، مساء الخير عوض. مساء الخير، أدعي عليك على الدكتور. نعم، أتمنى أن نعم فقط أنه تعلي صوتك شوي لأن الصوت بعيد اليوم، الخطوط شوي صعبة. تفضل عوض. طيب أبغى أسأل الدكتور، هل في بعض المواد الغذائية يعني سبب في سرطان القولون هذا؟ بعدين ما هي العوامل الواحد يعني بقايا من السرطان؟ شكرا. السؤال الأول؟ لا، لم نفهم السؤال الأول عوض. في من نوع من المواد الغذائية من الغذاء يعني هو سبب في السرطان؟ نعم، هل هناك أطعمة تسبب السرطان في القولون أصدق أم السرطان عامة؟ أيوة. مضبوط، لا القولون. في القولون، نعم. لا يوجد. والوقاية. نعم. شكرا عوض. شكرا عوض على السؤال. لا يوجد يعني أغذية معينة تسبب سرطان القولون، بس بصورة عامة كل المواد السامة اللي هي اللي تأثيرها على بقية السرطانات اللي تأثر مثل البلاستيك الساكارين، ما هاي المواد جدا كلها تأثر تؤدي إلى سرطانات متعددة، منها سرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان المعدة وسرطان المريء. فبصورة عامة لا يوجد شغل معين بالنسبة، بس بالنسبة إلى التدخين أثبتت علميا البحوث انه يزيد من نسبة سرطان القولون مقارنة بالاشخاص الغير مدخنين. السؤال الاخر اللي طرحته، الوقاية لسرطان القولون. الوقاية هي السبب الرئيسي ان عندنا هي السكرينينج، اللي هي التشخيص المبكر عن طريق اجراء الفحوص الدورية للقولون، وهي من عمر 50 سنة يجب أن يأخذ أول كولونوسكوبي للمريض، وإذا كان أحد من عائلته في عمر عنده سرطان قولون قبل 10 سنوات من أحد من عائلته يسوى، وإذا كان عندهم في العائلة أكثر من شخص عنده سرطان قولون فلازم يخضع للجينيتك تيستينج. إضافة إلى أي شخص يصير عنده تغير في طريقة الخروج أو خروج في دم أو إشكالات معينة للقولون يجب يخضع إلى ناظور للقولون وبصورة مبكرة وليس يتأخر على الموضوع. نعم،
شكرا على هذه الإجابة دكتور سدير، شكرا لعوض على طرح السؤال. ننتقل إلى فلسطين الآن مع روزيت. ألو روزيت. أيوة مرحبا. أهلا مساء الخير روزيت، كيفك؟ سهلا مبسوطين، نشكر الله، كيف حالكم؟ أنا سعيدة جدا باتصالك وسعيدة أنه تكوني معنا، صرنا زمان ما سمعنا صوتك. دكتور هذه المرة اتصلت واستنيت كثير. نعم. ومرحبا دكتور. أهلا بك يا روزيت. دكتور يمكن سؤالي شوي غير عن الموضوع. أنا عندي نفخة، بتضل النفخة بالليل كثير كثير، نفخة البطن بتصير زي البالون، بعدش أقدر أتنفس، شو سببها؟ وبعدين الإمساك المعدي بالمآخذي، الإمساك بقعد 3-4 أيام. روزيت النفخة مع الإمساك هذا أعراض يسموها irritable bowel syndrome، قولون متهيج أو قولون عصبي. بس إذا أي شخص هاي الشغلة إذا كانت جديدة يجب أن لا نعنونها على أنها قولون عصبي إلا ما بعد تسوية ناظور لنتأكد أنه ما في شيء عضوي في القولون. عملت ناظور دكتور من زمان، وهي النفخة من 20 يمكن سنة، ممكن 20 سنة. نعم. إذا وبداية على النفس، لا بدي النفس. نعم النفخة بتضايق على النفس، لا الضايق يعني. نعم إذا القولون يصير عنده تجمع هواء فيه كثير يبدي ضايق على النفس، وخصوصا لما يضغط على المعدة ويبدي يضغط على الحجاب الحاجز يبدي يضغط على النفس. بس بصورة عامة القولون لازم الناظور يستوى كل 5 سنوات، وخصوصا لما الأعراض تستمر، وأعداد كبيرة من الأشخاص يظلون يعتقدون أنه هو عبارة عن قولون عصبي، بس لا سمح الله يصير عندهم شغلة أخرى. فإذا كان مر عندك هذا الموضوع تراجعين طبيب أخصائي للغاسترونترولوجي اللي يحدد لك هل هو عندك سبب تغذية أو بكتيريا غير طبيعية أو إضافة قولون عصبي، ليعطيك العلاج اللي هي مجموعة من الحبوب لتهدئ القولون العصبي. نعم أشكرك كثيرا على هذه الإجابة دكتور سدير، شكرا لروزيت على اتصالك، ونتمنى أن نسمع صوتك قريبا جدا. نواصل ونأخذ أسئلة من الواتساب. إذا سؤال من الإمارات من موناليزا، يسعد مساكم، هل ترسب الدهون في منطقة الوسط يعني الكرش ولكن دون وجود سمنة عند الشخص قد يؤدي لحدوث ورم سرطاني في الكولون، وهل يوجد أورام حميدة تحدث في الكولون؟ تحياتي، شكرا موناليزا. سؤال جيد. تجمع الشحوم في منطقة الوسط أو في منطقة الحوض هي بداية لزيادة سمنة. هل تؤدي إلى سرطان؟ هي تزيد نسبة السرطان القولون أكثر من الشخص العادي اللي هي البي أم آي مالت البيزل ميتابوليك إندكس يكون أقل. فالسؤال نعم بس مو بصورة مباشرة. شحوم هذا بصورة عامة شحوم البطن أكثر تسبب إلى سرطانات اللي هي سرطان القولون وبقية السرطانات. السؤال الآخر اللي هو هل وجود أورام حميد غير خليط القولون؟ طبعا وجود أورام كثيرة بالقولون اللي هي البوليبس، اللي معظم البوليبس اللي يصير في القولون البوليبات هي حميدة. إلى أن يصير تحول جيني بالبوليبات إلى كانسر يلا نسميها بالأورام الخبيثة، إضافة إلى أمراض أخرى بالقولون من ضمنها التجمع الشحمي والدهني، إضافة شغلات كثيرة اللي هي كلها حميدة. بس معظم أمراض القولون اللي هي الغالبية العظمى منها هي بوليبات إذا تحولت بمرور الوقت تتحول إلى أورام سرطانية. نعم شكرا على الإجابة. نواصل ونأخذ سؤال من نورة مستمعة دائمة لبرنامجنا من سوريا. أهلا نورة، كتبت لنا على الواتساب برنامجكم أكثر من رائع، شكرا نورة، هذه شهادة هامة بالنسبة لنا. كاتيا عم تهز برأسها أكيد، شكرا. إذن سؤالي هو كيف نستطيع أن نعرف إذا معنا سرطان في أي عضو من أعضائنا في الجسم؟ هل فحص دم أو رنين مغناطيسي يكفي؟ أنا أقصد أي سرطان ليس فقط في الكولون. شكرا لك يا نورة. تفضل دكتور سدير. هذا سؤال جدا مهم. السؤال انه هل كيف نستطيع ان نعرف وجود اي سرطان عند الشخص؟ من الغير منطقي انه انا ادرس المريض
الى فحوص ولم اعرف شنو اللي الاشياء البيسكس للورم. يعني بالنسبه الى سرطان القولون عندي عينه تثبت لي وجود سرطان قولون اضافه الى ناظور اضافه الى اشعه مقطعيه. يعني بالنسبة إلى أي سرطان معدة عندي أعراض سرطان معدة من الاستفراغ والضعف إضافة عندي أخذت ناظور وأخذت عينة تثبت هذا. بس بصورة عامة إلى سؤالك اللي هو سؤال عام، ما هو الفحص اللي نعرف وجود أي سرطان؟ هو البيت سكان very simple. حتى إذا ورم حوالي 1 سنتيم في أي مكان من الجسم البيت سكان اللي هو البوست ترون إميتينج سكانينج هو أفضل فحص لمعرفة وجود سرطان في أي مكان في الجسم أو إذا كان سرطان منتشر إلى مناطق أخرى من الجسم. بس المشكلة البيت سكان إحنا في أمريكا ما الإنشورس هو النوت يعني ينطيني وافقي عليه إذا ما عندي تشخيص عيني مع تشخيص سريري لوجود سرطان، لأن الفحص يكلف حوالي 1500 دولار نافذ الإمارات حوالي 10,000 درهم، فلذلك غالي جدا. نعم. ومن المستحيل إحنا يعني نطلبه فقط لنريد نعرف إنه في وجود سرطان أو ما في وجود سرطان. نعم شكرا على الإجابة، سنسرع الوقع، عندك أسئلة كثيرة بعد والوقت ضيق جدا دكتور سدير. إذن لديك سؤال من أبو هاشم من السعودية أيضا على الواتساب، يسعد مساكم يسعد مساك أيضا أبو هاشم. هل استخدام مشتقات الأمبرازول لها انعكاسات صحية على المدى البعيد؟ لا أفهم مشتقات شنو؟ الأمبرازول بعتقد بيقصد مثل النكسيوم أو النكسيوم. نعم الأمبرازول هي عبارة عن تخفض نسبة الحموضة في المعدة. لم تثبت الأوميبرازول في الإنسان حصول سرطان معدة، بس في الفيران الفحوص أثبتت بعض الشيء. فلذلك الأوميبرازول أن إثبتت الموجودة لها لا تعمل سرطان معدة أو أي سرطان آخر، وإلا كان انسحبت من الأسواق، وإلا كان حتى الـ FDA هي Federation Drug Administration وتسحبها من الأسواق. نعم شكرا. إيمان تسألك على صفحة الفيسبوك، مساء الخير سونيتا، دايما برنامجك مميز بمواضيعه، هل تناول اللحم الأحمر والحلويات يضر المصاب بالسرطان بشكل عام؟ وشكرا لك ولضيفك الكريم. إذن ماذا نقول لإيمان؟ وشكرا إيمان على رأيك بالبرنامج. تفضل دكتور سدير. أهلا بك يا إيمان. الموضوع أنه اللحم الأحمر لا يثبت أنه أي وجود علاقة إلى السرطان. اللحم المقدد اللي هو سموكت المدخن واللحم المجفف أيضا وجد إثبات علميا بها مادة تسموها النيتروزامين اللي تؤدي إلى سرطان المعدة وسرطان المريء. نعم. مش اللحوم الحمراء عامة، اللحوم الحمراء الطبيعية لا، التي لم تثبت سرطان. نعم. اللحوم المحورة اللي هي مثل ما قلت لك إياها المجففة أو اللي هي المدخنة المعرضة لإشعاع الشمس كثيرة وخصوصا إذا كانت بها سبايسز. نعم. اللي هي البهارات والتوابل. نعم. توابل تؤدي إلى زيادة نسبة سرطان المعدة وسرطان المريء. أما بالنسبة للحلويات لم تثبت أي شيء، زيادة نسبة الحلويات تؤدي إلى سرطان المعدة أو تؤدي أي سرطان آخر، بل إنه تزيد في الوزن اللي تعرضك بصورة غير مباشرة إلى سرطان قولون بالمستقبل، بس لازم ورا فترة طويلة جدا أو يعني مدة زمنية عالية عليها. نعم شكرا. لدينا بعد أسئلة سنواصل بشكل سريع لأن بقينا فقط دقيقتين دكتور سدير. إذن سؤال من الباشا العراقي، هو إعلامي أعتقد في العراق. شكرا سونيتا على فتح هذا الموضوع. أود أن أسأل، هل سرطان الكولون يؤدي إلى الوفاة؟ بشكل سريع دكتور سدير عمو المعروف. لا طبعا سرطان الكولون يؤدي إلى وفاة إذا أهمل ولم يعالج معالجة جيدة وكان في أو اكتشافه كان في مرحلة متقدمة. سرطان القولون من أحسن أنواع السرطانات اللي ممكن علاجها والشفاء، توصل الآن في هذه المراحل إلى 90% بصورة عامة. الفايف يير سيرفايفل 5 سنوات تعيش طبيعي مقارنة بسرطان البنكرياس لا يمكن أن نمضي أكثر من سنة أو سنتين، فيعتبر من السرطانات اللي جيدة جدا اللي ممكن معالجتها وشفائها بصورة عامة.
نعم شكرا جزيلا مريم. من فلسطين تطرح هذا السؤال: عندما نقوم بمحاولة لإنقاص وزننا ويبدو في البداية أنه يوجد نجاح في هذه الخطوة، ما نلبث بعد وإلا أن يتوقف وزننا عند وزن أو عند حد معين، يعني يراوح مكانه رغم سعينا في محاولة لإنقاص الوزن؟ لماذا وما هي العوامل التي تحد من إنقاص الوزن؟ لماذا نراوح مكاننا عندما نود إنقاص الوزن بعد نجاحنا في البداية؟ تفضل بشكل سريع دكتور سدير، ما توخزني، تفضل. حقيقة هذا السؤال أنا ما أقدر أجاوب، إنه البرياتريك دكتور والنيوتريشن يقدر ينطي معلومات أكثر على هذا الموضوع. بالنسبة لاختصاصي أنا اختصاص أمراض سرطانية وعلاقة السمنة مع السرطان أقدر أجاوبه، بس بالنسبة للسؤال أنا أريد يعني أعذريني إنه أنا ما كانت أنسر ذيس كويشن. نعم شكرا دكتور سدير. من الأفضل إذن مريم أن تتصلي بنا أو تكتبي إلينا عندما يكون لدينا اختصاصي في التغذية. هناك سؤال أخير دكتور من فراس علي، كتب لنا من العراق، هل من الممكن أن تجيب على الصفحة؟ لأنه هذا سؤال وحيد ولكن طويل جدا، أتمنى أنك تقدر تجاوب على الصفحة. فراس علي إذن المستمع، وأجيب الدكتور منيف القطامي اللي كتب لنا عن علاقة تناول الأسبرين وحدوث سرطان الكولون، ربما أجبنا عن ذلك في دراسة اليوم. أشكرك دكتور سدير على هذه الحلقة الممتعة، حلقة أولى معك، نتمنى أن يكون هناك حلقات مقبلة جديدة. أتمنى لك وقتا طيبا وإلى اللقاء مجددا. أذكر بأنك اختصاصي في جراحة الأورام السرطانية في مستشفى الزهراء دبي. كان معنا إذن دكتور سدير الراوي. شكرا لكاتيا لفيكتور، لكم مستمعينا على وفائكم واستماعكم الدائم لبرنامج الصحة المستدامة. إلى اللقاء يوم الاثنين المقبل، من الآن وحتى الاثنين من الممكن الاستماع إلى حلقاتنا المعادة. كل التحيات لكم من سونيتا ناظر، باي باي.